احتفل رجل الأعمال حمدان صالح بن طوالة بزواج ابنه صالح بمدينة جدة وسط حضور شيوخ القبائل والمسؤولين والأقارب الذين قدموا التبريكات والتهاني بهذه المناسبة السعيدة. مبارك مع صادق دعائنا للعروسين بحياة زوجية سعيدة. أطلق علماء تحذيرات محددة من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في بريطانيا، وأكدوا أنها تنتشر بمعدل وسطي بنسبة 56% أكثر من النسخة الأولى. ووفق دراسة نشرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا في نوفمبر من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل، وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.